بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم سادة الكرام سيدات الكريمات في برنامجكم برنامج المسلمون في الغرب على قناتكم قناة إقرأ. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. فتبقى التربية هي أحد معالم النجاح الشخصي والنجاح العائلي، لكن الوضع والظروف وتحديات التربية تختلف بين العالمين العربي الإسلامي والعالم الغربي. فالأسئلة المطروحة في هذه المجال عن مدى التناقض بين تربية مجتمعية مبنية على التسيب والإباحية وعلى تربية داخلية مبنية على الشدة والحزم، وكذا حمل بعض المسلمين لأمراضهم التي كانت في المشرق إذ يعتبرونها دينا وإذ يعتبرونها قيما وهي في الأصل عادات وتقاليد. ألا توجد قيم مجتمعية غربية يمكن للمسلمين وللعائلات وللآباء والأبناء أن يستفيدوا منها من أجل تربية سليمة؟ كيف تحل العائلة المسلمة في الغرب مشكلة الاختلاط؟ وهل هي مشكلة أصلا؟ كيف تواجه العائلة المسلمة في الغرب تحدي الإباحية والتسيب؟ وكيف يستطيع أولياء الأبناء من المسلمين أن يمارسوا سلطتهم ومسؤوليتهم كونهم رعاة لأبنائهم؟ كيف نستطيع أن نعامل الأولاد بثقافة مكتسبة أم بثقافة تراعي تحديات وظروف الزمان والمكان والمجتمع الذين يعيشون فيه؟ كيف نحافظ على الترابط والتواصل العائلي في ظل مجتمع لا يعترف بذلك كثيرا؟ ما هو دور المؤسسات الإعلامية والمنظمات الإسلامية في الغرب في مجال تربية الأبناء؟ هل يعاني حقيقة المسلمون أبناء وآباء من انفصام حيث يعيشون في الأسرة داخليا بثقافة وتربية ودين معين، ويعيشون خارج الأسرة بثقافة وتربية ومعتقدات أخرى؟ كل هذه الأسئلة وتلك من أجل الإجابة عليها استضفنا في استوديو برنامجنا برنامج المسلمون في الغرب أصحاب المعارف الأكاديمية والخبرات الميدانية ليجيبوا عن هذه الأسئلة. من أجل الإجابة عليها ابقوا معنا في برنامجكم برنامج المسلمون في الغرب على قناتكم قناة أقرأ، ولكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم سادة الكرام سيدات الكريمات، دائما في برنامجكم برنامج المسلمون في الغرب من أجل الإجابة عن الأسئلة التي طرحناها حول موضوع تربية الأبناء في الغرب لدى المسلمين. من أجل ذلك استضفنا معنا في استوديو برنامجكم برنامج المسلمون في الغرب الأستاذة نورة جاب الله، رئيسة منتدى المرأة المسلمة في أوروبا، والأستاذة كاميليا يونس ناشطة جمعوية ودعوية مختصة في العلوم الشرعية، وكذلك على شمالي الأستاذة بسمة رمضاني ناشطة جمعية ودعوية ومختصة كذلك في العلوم الشرعية. جمعنا بينكن لأن كنا أصحاب خبرات ميدانية. سيداتي الكريمات، بالنسبة للتحديات التي تعيشها العائلات والأسر المسلمة في البيئة الغربية في موضوع تربية الأبناء، ما هي هذه التحديات في رأيكم؟ أهم تحدي وأكبر تحدي للعائلة المسلمة هو كيف يربون هذا النشأ التربية الإسلامية في محيط غير إسلامي وغير يعني مؤهل أنه يعطي قيمة للدين، الدين عموما يعني وليس الإسلام خصوصا وبالأخص الإسلام طبعا. فكيف يستطيعون أن يجدوا التوازن بين التربية الإسلامية والحفاظ على الهوية وتمسك بالمبادئ الإسلامية، وفي نفس الوقت يعيشون ضمن هذا المجتمع ويتعايشون مع الآخر، مع أصدقائهم في المدارس، مع أصدقائهم في المعاهد، في الجامعات، في الشغل؟ فكيف يقدروا يبنوا هذا الطفل حتى يكون متوازن هو؟ لأنه صعب جدا عملية إيجاد التوازن بين ما نحن نريد أن نغرس فيهم من قيم ومبادئ إسلامية. طبعا مش كلها متعارض مع قيم ومبادئ المجتمع، ولكن في كثير من الأمور
المجتمع لا يعني لا يهتم بها، أو بالعكس على عكس ما نحن نربي الطفل مثلا على الحياة، على الحشمة، على أنه يحترم حدود الله سبحانه وتعالى. ففي المجتمع طبعا الكل يدعو إلى عكس هذا يعني. فكيف نحن نستطيع كمربين، كأمهات، كأولياء، أن هذا الطفل يستطيع أن يأخذ الإيجابيات وأن يتعامل مع المجتمع دون الوقوع في الأشياء التي تتعارض معه يعني مبادئه الإسلامية وأخلاقه الإسلامية. يعني التحدي الأول هو تحدي كبير، هو التوازن. نعم. بين الحفاظ على الهوية كذلك. نعم. وكذلك في نفس الوقت التعايش بتناغم. نعم. التعايش والتناغم. نعم. مع المجتمع. نعم. الغربي. أستاذة بسمة رمضاني، بالإضافة إلى هذا التحدي الذي هو تحدي التوازن بين الحفاظ على الهوية وكذلك القدرة على التعايش والتناغم والانسجام مع بقية أفراد المجتمع من أصحاب الديانات الأخرى، ما في رأيكم ما هي التحديات الأخرى التي تواجه الأسر والعائلات المسلمة في البيئة الغربية؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح علينا فتح العارفين. والله التحديات إن شئنا أن نتكلم عنها كما فهي عديدة وعديدة جدا، لعل أهمها هي ما ذكرته الأخت نورة. وهناك تحديات أخرى الحقيقة نشأت بسبب اختلاف الأهداف من التواجد في الغرب عموما. فالأولياء بالنسبة للجيل الأول كان التواجد بالنسبة لهم هنا تواجد مؤقت، بينما بالنسبة للجيل الأجيال اللاحقة الثالثة والرابعة الثانية طبعا التواجد هنا تواجد دائم. بالنسبة لهم الغرب هو بلدهم الأول، فيقع نوع من ازدواج الهوية بالنسبة للطفل في بلاد الغرب. هو يحمل هوية ذات بعدين، ذات ثقافتين، كيف يتناغم معهما، كيف ينسجم معهما داخليا، وينعكس ذلك طبعا قطعا على سلوكه ونظرته لذاته وللآخر. هذه بصراحة معادلة صعبة جدا، تحتاج إلى كثير من الخبرات. وللأسف الشديد ما زلنا نعاني من الآباء والأمهات بالصدفة، أي ما زلنا نعاني من عدم التأهيل لمسؤولية الأبوة وعدم التأهيل لمسؤولية الأمومة. ما زلنا نتعلم مع أولادنا، وأحيانا للأسف نتعلم بعد حصول أحيانا لا أريد أن أقول المكروه، أو بعد حصول نوع من أنواع الفشل في تربية أبنائنا، لأن التربية تحتاج إلى تأهيل، ونحن ما زلنا في ثقافتنا نفتقد لهذا التأهيل، مع أنه مهم يعني جدا. التحدي الثاني هو قبل أن نكلم الآباء عن التربية، يجب أن نؤهل الآباء ليكونوا، والأمهات ليس ليكونوا آباء وأمهات بالصدفة، ولكن آباء وأمهات مع مهارات التربية المتكاملة ومع فهم لواقع الذي يعيش فيه أبنائهم. أستاذة كميليا يونس، هل عليك إضافة أو تعليق بالنسبة للتحديات التي تعيشها الأسر المسلمة؟ كما قالت الأخت، هناك تحديات كثيرة، يعني زيادة عن ازدواجية الهوية، زيادة عن تأهيل الأهل، هناك تزعزع وضع الأسرة. يعني الأسرة غير هناك، يعني طلاق، هناك خلافات زوجية تؤثر على تربية الأبناء وهذا بشكل كبير، وهناك يعني عدم التواصل الفكري، عدم التواصل الثقافي يؤثر على تربية الأبناء. يعني كأنه إذا في كان هناك يعني إشكال التوازن، هناك إشكال تأهيل ليكونوا آباء وأمهات مع مهارة. هناك تقول على أنه إذا حدث عدم استقرار العلاقة الزوجية بين الزوج، وإذا كان لم تكن هناك طبعا كذلك أزواج ليسوا بالصدفة كذلك، هذا اختلال هذه العلاقة سوف يؤثر على علاقتهم مع أبنائهم وكآباء، ويؤثر طبيعي على كذلك على نتائج التربية. طبيعي. هناك أيضا ضعف التواصل الاجتماعي، يعني دائما الأبناء يشعرون أنهم غرباء، يعني هذه الازدواجية تؤدي أيضا بهم إلى قطع العلاقة أو التمايز بينهم، دائما يقولون نحن وهم،
رغم أنهم أبناء جيل أبناء أوروبي أبناء أوروبيين مواطنين، ولكن يشعرون دائما بهذا النقص أنهم غير أوروبيين الأصل، وذلك راجع إلى التربية تربية الأهل تربية الوالدين. دائما يذكرون أنك أنتم لستم كغيركم، يعني كأننا نعيش أستاذة نورة جاب الله بين نارين، يعني بين نار الذوبان الذي يعتقد أننا نحن كلنا الآخر، وبين نار العزلة والاستعلاء على الآخر، فنحن أفضل من الآخر مهما كان، يعني كأننا بين ذوبان وبين العزلة والاستعلاء. طبعا يعني من تحديات الحضور الإسلامي ككل يعني بصفة عامة هو مسألة نحن كمسلمين لدينا خصوصيات، هذا بالتأكيد، وفي نفس الوقت المجتمع يدفع إلى تذويب هذه الخصوصيات على أساس أنه الإنسان لما يكون في المجتمع طبيعيا يريد أن يكون شبيه بالآخر، يعني من الطبيعة، وخاصة عند الأطفال الحقيقة، يعني هذه الإشكالية موجودة ومطروحة، نحن كمربين كيف يجب علينا أن نتعامل معها، مهم أن ندرس هذه الظاهرة. يعني أحيانا بعض الآباء والأمهات لا يقدرون هذا لدى الطفل، يعني الطفل عندما يكون في المدرسة مثلا يريد أن يكون مثل الآخرين، ليس ما لا يريد أن يبين خصوصيته يعني وهو كأقلية. فنحن كمسلمين نحتاج الحقيقة كمربين نحتاج إلى أن نكون متواجدين أكثر في المجتمع، نحتاج أن نكون يعني حاضرين في المدارس مع الأولاد، نحتاج أن نبلغ الصوت حتى الولد يشعر بالحماية، يشعر بأنه يعني ليس وحده مدفوع هكذا في المجتمع. فهذا هذا من جانب. من جانب آخر أيضا الأولياء لابد أن يفهموا أن الولد يعني هو أيضا يعيش في محيط وفي مجتمع ربما ليس، يعني نحن نتكلم عن الجيل الأول والجيل الثاني، ولكن الآن يعني في المجتمعات الغربية خاصة في فرنسا مثلا الأبناء الصغار هم آبائهم يعني مواطنين أصلا، يعني الجيل، نحن لا نتكلم الآن عن الجيل الثاني، نتكلم عن الثالث وعن الرابع يعني. فهو طبعا بعض الإشكالات اللي كانت عند الجيل الأول مع الجيل الثاني والثالث الآن ضعفت أو تكاد تكون انتهت اندثرت. فالآن الإشكال المطروح هو إشكال مثلا الأكل الحلال في المدارس، مثلا مشكلة السفر مثلا الأولاد لما يسافروا في مع مجموعة، وهذا مطروح على الشباب يعني مخيمات المدرسية، مخيمات المدرسية يعني أنت يعني الإشكاليات هذه المطروحة على الأسر، مطروحة على المربين اللي هم عاشوا في البلد وعارفين مشكلات البلد، وهم الحقيقة في خوف على أبنائهم. شبيل. ولذلك نرى كثير منهم هؤلاء الشباب اللي هم من مولودون في الغرب وعندهم ثقافة الغربية هم الآن يخرجون أبنائهم من المدارس في المجتمع، يخرجون أبنائهم ويعطونهم تدريس يعني خاص أو يضعونهم في المدارس الإسلامية أو المدارس الكاثوليكية حتى، ويخرجونهم من المدارس العامة. المدارس العامة الموجودة في الغرب أو في فرنسا بصفة خاصة أصبحت يعني مستواها التعليمي ناقص مثلا، ثم المستوى الأخلاقي متدني الحقيقة. هل في كل المناطق مثلا إذا لاحظنا يعني أن هناك ضعف في التعليم ليس ناتج عن وجود المسلمين في تلك المدرسة، ولكن هي مدارس في الضواحي المدن يعني فيها المسلم وغير المسلم؟ طبعا يعني الضواحي فيها الفئة الضعيفة اجتماعيا وثقافيا ومهمشة نوعا ما، الأساتذة يكونوا فيها مستواهم أقل من الأساتذة اللي هم موجودين في وسط المدن، وبالتالي يعني المستوى التعليمي يكون ضعيف. فكثير من أولياء يعني طبعا الجالية مش كلها مسلمة في الضواحي على فكرة، نعم. يعني الفكرة احنا عنا أنه في الضواحي كأنه كله مسلمين، لا، هما كل الفئات الضعيفة نقدر نقول حتى من الأصول الأوروبية أو الفرنسية موجودين في الضواحي أيضا، ولكن مستواهم قليل ضعيف، نعم. وبالتالي هم في خضم هذا العائلة، يعني تعرضهم للتمييز وضعف، نعم. الأداء التعليمي هو ناتج عن وجودهم في مناطق مهمشة، ليس ناتج عن وجودهم يعني. نعم شعبية، ليس ناتج عن وجودهم كمسلمين. أستاذة بسمة في دقيقتين، ما هو واجب الآباء في تبيان الإيجابيات في الثقافة الغربية؟ ليس هناك إلا السلبي في الثقافة الغربية، وتبيان الخصوصية لدى ابني، أن نقول له يا سيدي يا ابني في الثقافة هذه يوجد إتقان العمل،
قيمة الوقت مثلا، الجدية مثلا، هذه قيم موجودة في المجتمعات الغربية وهي في الأصل قيم إسلامية. كيف نبين للأولاد هذه القيم يجب أن تتربوا عليها، ولكنكم تملكون خصوصيات في 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 كثير من الأشياء، كيف يستطيع الوالدان أن يفعل ذلك؟ والله هي الطريقة الأولى والمثلى هي أن نربي أبناءنا قبل كل شيء بالقدوة، أن تكون أنت كأب صالح، وأن تكون أنت كأب متقن لعملك، وأن تكون أنت كأم محترمة لمواعيدك، أن تكون أنت مندمجة وفاعلة. لعلني أشاطر الأخت نورة في قضية أنه بعض المشاكل ظهرت، نوع من المشاكل الجديدة، ولكنني أختي نورة لا أشاطرك في أن المشاكل الأولى اندثرت قلت، إنما قضية العجز عن التواصل بين الأجيال ما زالت ملحوظة، وملحوظة بشكل كبير خاصة عند المسلمين ذوي الأصول الإسلامية والقليل وعيا بال، يعني نستطيع أن نقول الغير ملتزمين بالإسلام كدين وكأيديولوجيا فكرية. فنلاحظ أن عدم التواصل ما زال موجودا، ولأسباب عدة، منها الفروق في اللغة، يصبح الابن يتقدم به العمر ويتقن اللغة ما شاء الله يتكلمها، يتكلم لغة البلد لغة جيدة، والأباء والأمهات أتوا بمستوى لغوي معتدل في أحسن الأحوال. واللغة هي وسيلة التواصل يعني. اللغة وسيلة التواصل. ثم هناك خطأ أيضا في طريقة التربية. ما الذي يطلب؟ هناك نوع من التضارب بين ما يطلبه الوالدان من الأبناء وبين ما ينتظره الأبناء من الوالدين. الآباء يريدون أن يطبعوا نسخة مطابقة للأصل لهم ولأبائهم ولأجدادهم ولتربيتهم، والأبناء طبعا الطفل فيلسوف صغير ينظر ويقارن ويحلل ويرى أن الذي يربى عليه ربما عندما يقارن طريقة صياح أمه في البيت وطريقة معاملة المعلمة في القسم يجد أن طريقة المعلمة أفضل بكثير. جميل. ربما وهذا نحتاج إلى نوع من التأهيل، وصدق من قال أعطوني آباء صالحين أعطيكم أبناء صالحين. ثم أختم فقط بكلمة أخي صلاح، هناك فارق يجب أن نفهمه لأختصرها وأذكر كلمة عمر رضي الله عنه، أن يؤدبوا أولادكم لزمان غير زمانكم. يجب أن نعي أن أولادنا يعيشون زمانا غير الزمان وواقعا غير الواقع، يجب علينا نحن أن نتأقلم وأن نفهم هذا الواقع قبل أن أطلب من ابني أن يتأقلم مع واقع ومع عالم هو بالنسبة له تاريخ مجهول. جميل. سيدات الكريمات، سادات الكرام، نعود لكم بعد الفاصل، ابقوا معنا في برنامجكم برنامج المسلمون في الغرب، دمتم أوفياء لنا. أهلا وسهلا بكم سادة الكرام سيدات الكريمات من جديد في برنامجكم المسلمون في الغرب على قناتكم قناة اقرأ، دمتم أوفياء لنا. معنا دائما ضيفاتنا الكريمات. أستاذة نورة، ما هي المشاكل التربوية التي حقيقة أهم المشاكل التربوية التي يعاني منها أبناء المسلمين في الغرب؟ المشاكل الحقيقة، المسلمون في الغرب يتأثرون بما يتأثر به المجتمع عموما، يعني هم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع ويتأثرون، وخاصة إذا كان المحيط يعني الأسري، يعني الجو الأسري ليس جو متدين أو جو واعي أو جو مثقف، يعني الوالدين ما كانوش مثقفين، فينغمس الأولاد الحقيقة للأسف ويقعون في 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 مشاكل وفي انحرافات تربوية كبيرة جدا، مثلهم مثل أي شاب أو أي ولد يعني من هذا المجتمع، منها الإباحية، منها موضوع مثلا مخدرات، منها موضوع السرقة، الجنوح عموما يعني الأولاد. وللأسف نحن نلاحظ ونتأسف لهذا، أنه كثير من أبناء المسلمين هم يعمرون السجون. الإحصائيات يعني أخيرة منذ سنوات الحقيقة، مش خلال هذه السنوات الأخيرة، يقولوا أكثر من نصف
عدد النساجين فقط مع ملاحظة، لأن هذه الإحصاء الذي يتكلم عن 60% من رواد السجون هم من المسلمين. الإشكال أن القانون الفرنسي حقيقة حتى نتكلم عن مصداقية يمنع أي إحصاءات أو أي دراسات مبنية على اعتبارات إثنية أو دينية. فمدى صدقية هذه قد تكون كذلك تهويل إعلامي. ولكن سؤال، هل هؤلاء المساجين هم مساجين انحرفوا لأنهم مسلمون أو لأنهم يعيشون في مناطق مهمشة؟ لا طبعا هم لم ينحرفوا لأنهم مسلمون، الحمد لله، لأن الإسلام بالعكس يحفظ. الإسلام من يلتزم بالدين ومن يلتزم بالتعليم الإسلام ومبادئ الإسلام أبدا ولا ينحرف يعني. ولكن هؤلاء للأسف يعني هم بعيدين عن الإسلام ووجدوا أنفسهم في ظروف، أيضا لا أبرر طبعا الانحراف، ولكن هناك أسباب موضوعية ممكن نتحدث عنها، أنهم وجدوا أنفسهم يعني في أماكن مهمشة، في أماكن حتى البوليس الفرنسي يخاف أن يدخلها. موجود مثلا لما تتصور أنت عمارة، في أسفل العمارة هناك الذين يتاجرون بالمخدرات يفعلون ما يشاءون، كيف تريد أن هذا الولد لا يتأثر وهذا الولد لا يحاول أن يقلد الذي يراه؟ فضف إلى ذلك ضعف مستوى التعليمي في المناطق هذه اللي فيها الأحياء الشعبية، فهذه عوامل تجعل طبعا ضعف التربية الإسلامية والدينية عند الأولياء، تجعل من الطفل أنه يعني يكون عرضة فريسة لهذه الجماعات المنحرفة، ثم هو أيضا يعني ربما تخول له نفسه أن يختصر الطريق ويريد أن يربح بسرعة، فهو نفسه ينخرط في هذه تذكيرا أن هذا الوضع ليس كل أبناء، هذا النادر من أبناء، يعني جزء قليل من أبناء المسلمين الذين هم في هذه الوضعيات. الكلام الذي يقولونه على أنه أكثر من 60% لأن أصلا قانونا ممنوع، فلذلك قد يدخل في باب التهويل الإعلامي. هو ممكن قبل سنوات يعني العقود قبل هذا، لذلك أنا قلت الآن الشباب الحمد لله يعني نسبة المثقفين في الجالية المسلمة في المسلمين والذين برزوا والحمد لله نجحوا في تعليمهم ووصلوا إلى أماكن يعني مهمة في المجتمع، الآن هذا صار عندهم أكثر وعي وصار أبنائهم الحمد لله، نحن في المستقبل نأمل أنه ما عاد يكون فيه يعني من أبناء المسلمين في السجون أو في الجنوح، ولكن لا يزال هناك يعني بقايا طبعا. إشكالية أستاذة بسمة، قضية إشكالية التسرب المدرسي، يعني هناك هو دائما الإشكال متعلق أكثر بالمسلمين الذين يعيشون في مناطق هذه التي هي مناطق الضواحي بالمدن الكبرى هنا في أوروبا، فيتعرضون للتسرب المدرسي. ما مدى مسؤولية الآباء والأمهات وما مدى مسؤولية المجتمع عموما والسلطات الغربية خصوصا؟ والله هي المسؤولية مشتركة في الحقيقة، حتى نكون منصفين المسؤولية مشتركة. وأنا أريد فقط أن أشير إلى قضية أن لا نلقي دائما باللوم على الآباء والأمهات والأولياء حتى لا نحسسهم أكثر بالذنب لجرم ليسوا الوحيدين أو على الأقل غير مقصود. المسؤولية مشتركة، الأباء والأولياء مقصرون، نعم هناك نوع من التقصير، المنظمات الإسلامية أيضا والجمعيات الإسلامية أيضا مقصرة، الذين يترأسون الحقل الدعوي مشغولون مهتمون في قضية يعني أعمال العمل تقريبا محتكر في 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 ساحة ردود، بقينا في ساحة ردود الأفعال والدفاع عن الصورة السلبية للمسلم عموما في الغرب عموما، ولم نركز كثيرا على حقل التربية، مع أنه كان الأولى بنا الاهتمام بالنشأ قبل الاهتمام بتصحيح الصورة، لأنه هذا في النهاية سيصب في ذلك، وفي النهاية يعني أبناءنا إن نجحت أبناؤنا هذا دليل عملي على نجاح المسلم ككل. هل في إمكانية أن يحصل الأمران بالتوازي؟ يعني هناك مقاومة لهذه الصورة السلبية التي تحاول بعض الدوائر
يعني نشرها حول الإسلام والمسلمين، وفي نفس الوقت هناك تربية وبناء أجيال وبناء يعني طاقات تكون نموذجا للإسلام والمسلمين في البلاد الغربية. أعتقد أننا وصلنا إلى هذه الدرجة من الوعي الحمد لله، أنه لا يوجد عمل يلغي الآخر، بل على العكس يجب أن نعمل بخطوط متوازية جدا. الطاقات كثيرة، ما علينا إلا البحث عنها، البحث حقيقي وتفعيلها، وقادرون بإذن الله. والآن المدارس الإسلامية وعت كثيرا أنه تدريس الأخلاق والتربية وإفهام الطفل حقيقة الإسلام والميزات والكنوز التي في الإسلام أهم بكثير من تعليمه حتى الحروف اللغة العربية. فأصبح نوع من هناك نوع من الوعي، أصبحت حتى هذه الكتب التي تدرس في المدارس آخر الأسبوع كتب مناهج علمية يشرف على إعدادها مختصون اجتماعيون، ويشرف عليها أيضا مختصون نفسانيون، ويشرف عليها أناس مثقفين يعون الحقيقة تحديات العصر. هذا لا يلغي طبعا المسؤولية الأولى للمؤسسة الأولى، للبنة الأولى اللي هي لبنة الأسرة، على المرأة وعلى الأم تحديدا وعلى الأب تحديدا، هؤلاء الذين اشترك في بناء هذه المؤسسة أن يعوا، أن يتأهلوا حسن التأهيل تأهيلا حسنا، بأن يهيئوا للابن المحضن الدافئ الذي ينمي فيه كل طاقة والبحث عنه. نحن أحيانا نقتل الإبداعات في 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 أبنائنا بنية المحافظة عليهم. أحيانا الخوف الزائد والغير متوازن على الهوية يجعلنا نسلك طريقا معوجل في تقويم الأبناء. قضية الانحراف التي مرت عليها، الانحراف لا أعتقد أن الانحراف هذه مسؤولية الآباء أو حتى فقط، ولا مسؤولية الأبناء فقط، بل هي مسؤولية المجتمع ككل. نحن في مجتمع الحرية فيه يعني لا حدود لها ولا فرق بين الحرية الإنسان، يعني حرية تصل إلى الحرية الحيوانية بالنسبة لنا نحن، مثلا قضية لا ليبرتي دو كور، حرية الجسم هذه، يعني نحن مفهوم الحرية نحن مؤطر بإطار شرعي. نتساءل هل نحن قد بلغنا هذا المفهوم لأبنائنا أم بلغناه بطريقة التربية التقليدية البائدة التي تكره أحيانا الطفل في هذه في هذه الصورة، وتجعله يرى والديه كأنهما عدوين لهما محاربين بدلا من مقومين ومربيين. نحن نفتقر إلى أسس في التربية، نحن نفتقر إلى أسس في الحوار، نحن نفتقر إلى فن الإنصات، نحن نفتقر إلى فن الإفهام والتفهيم، نحن نفتقر إلى فقه من نحن كأسرة، أي أسرة النحل، لأنه عدم فهم الذات، عدم فهم نحن كيف نفكر وما الذي ننتظره من أبنائنا وأين نعيش وما الذي نطلبه من أبنائنا. إن استطعنا الإجابة عن هذه الأسئلة نستطيع بفضل الله أن نبلغ، أن نقصر كثير من المسافات في قضية تربية أبنائنا. جميل أستاذتي الكريمة. السيدة كميليا يونس، ما هي أكثر المشاكل التي تواجه الآباء والأمهات في هذه البيئة الغربية في قضية التربية في رأيك؟ أو إضافة أو تعليقا على ما ذكرت الأختين قبل ذلك. حقيقة هناك أيضا تمايز بين تربية البنات وتربية الأولاد. تمييز، نعم. هناك كيف؟ يعني يربون البنت وكأنها يعني تربية محافظة تقليدية جدا، رغم أنها يعني تقارن نفسها مع أقرانها، ويربون الولد بحرية مطلقة لا يخافون عليه أي شيء، ويعني يحق له ما لا يحق لأخته. فهذا يعني مؤثر جدا خاصة على البنات، وأيضا مؤثر على الشباب عندما يتزوجون. وأنا أقول دائما وكأنه هذا الولد من الجيل الثاني والثالث يتذكر أنه عربي عندما يتزوج فقط، فيفرض سلطته عربي، لأن المسلم هو عادل يعني، ولكن تتكلمين عن الثقافة وليس عن الدين. نعم. فأظن نفتقد لبعض القواعد التربوية. أنا ألخصها، ألخص ما قالت الأختين.
أولا طفل اليوم هو رجل الغد، فيعني يجب على الأبوين أن يقوموا أو يحددوا رؤية مستقبلية للأبناء، خاصة في أوروبا يعني يستدعي هذا الأمر. فيعني نزرع فيهم الإيمان ونزرع أيضا فيهم الثقة بالذات، حتى يعني يتخرجون من هذه المدرسة التربوية كخليفة في الأرض وليس عبادا. يعني نحن في التربية التقليدية خاصة في الغرب نجد خوفا من الانحراف، يتشددون في التربية ويجعلونهم عبيدا للأم، عبيدا للأستاذ، عبيدا للأهل، عبيدا للمجتمع، وننسى أنهم خليفة في الأرض، خليفة يعني نزرع الثقة بهم. ثانيا يعني يجب أن نزرع ثقافة المناعة للمنع، المناعة للمنع. نعم، كيف يعني المنع؟ لا يعني المنع عند أطفالنا حتى يعني في 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 هذا الزمان وخاصة في أوروبا لا يعني تواجهه التحدي والإصرار، فكل ممنوع مرغوب. أما المناعة فيعني هو ربط الناشئ بخالقه. سبحان الله، يعني رقابة ذاتية. يعني رقابة ذاتية، يعني أنا مثلا أقول لأولادي أنا سأخرج من البيت، ولا تنسوا أنكم مثلا مسلمون، لا تنسوا تقوى الله عز وجل. يعني أنا شخصيا ربيت 3 أولاد، الكبير عندي 20 سنة، عمري ما راقبت ولد من أولادي ولا فتحت هاتفه ولا رأيت ماذا يفعل، فقط أذكر وأربطهم، وعندما يفعلون أو يصيبهم أي شيء أمي أصابنا شيء، فأقول لهم ربما قمت بذنب فحرمت شيء أو أصابك شيء، فقط أربط هذا يعني الرابط الإيماني مهم جدا. والثالثة هو التعزيز لا التعزير، كما قالت الأخت يعني أنت أم حنون، أنت أب عطوف، ولسنا قضاة، البيت هو الملاذ الآمن خاصة في هذه البلاد. وأنا أزيد أن أقول الأسرة المسلمة هي نواة المجتمع، ويجب يعني أن تكون جنة أرضية. أن الولد إذا في عنده مشاكل في المجتمع هو يهرب إلى البيت، لا يهرب إلى البيت إلى المجتمع. أيوة، يعني هي قوة التعزيز. أبناءنا هنا يحتاجون إلى الحب والرعاية والعاطفة والفن الحوار، فن الإنصات، فن يعني نقطة الالتقاء بين الوالدين والأولاد، يعني هذه نقطة جدا مهمة. جابية، أنا أظن أننا النقاش دائما بأفكار جميلة وجيدة. سيدتي أشكر السيدة على هذه الأفكار حقيقة، التعزيز للتعزير والمناعة للمنع، كلمات جيدة نختم بها هذا الجزء من الحصة، لنعود لكم مشاهدي الكرام بعد فاصل إعلاني، فابقوا معنا في برنامجكم المسلمون في الغرب على قناتكم قناة إقرأ، دمتم أوفياء لنا. أهلا وسهلا بكم سادة الكرام سيدات الكريمات من جديد في برنامجكم المسلمون في الغرب على قناتكم قناة إقرأ، ما زلنا مع ضيفاتنا الكريمات، مرحبا بكم من جديد. الأستاذة بسمة، كيف ترين ما هي أهم القواعد التي يجب أن ينتبه إليها الآباء والأمهات في هذه البيئة الغربية والبيئات عموما حتى يحفظوا وينجحوا في تربيتهم لأبنائهم؟ والله عدة قواعد وعدة تنبيهات، وأنا أقول أنه إذا كان على الوالدين أن يتسلح بالعلم والإيمان طبعا قبل كل شيء، والثقافة وسعة الإطلاع في البلاد الإسلامية، فعلينا نحن هنا أن نكون أكثر يعني نحاول أن
نوسع من دائرة ثقافتنا وتعاملنا مع لنتعامل تعاملا صحيحا مع أبنائنا. علينا أن نعي أنه في كثير من الأحيان أو أبناؤنا نحن نسبح عكس التيار. أبناؤنا إذا قلنا أنه الإبن يبقى 8 ساعات خارج البيت فعبارة عن تقريبا ثلث يومه، ونستطيع أن نقول نصف يومه إذا اعتبرنا 8 ساعات نوم، فنصف الوقت المجتمع يربي معك. فإذا نجحنا مع بذل المجهود طبعا وبذل السعة ولا نألو جهدا نقول الحمد لله رب العالمين. إذا كان هناك بعض الانحرافات أو لا قدر الله وهو موجود في الواقع، لا يجب، أرى أننا لا يجب أن نبالغ في 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 جلد الذات وأن نتهم أنفسنا بالفشل في تربية أبنائنا. نحن نحاول أن، لأنني أرى أنه كثير من النقد الحقيقة وجلد الذات يصيبنا بنوع من الإحباط. ورحم الله رجلا كان يقول أنا كنت أقبل يد والدي ليرضى عني وأقبل، لا عفوا، كان أبي يقبل يد والده ليرضى عنه وكنت أقبل يد والدي ليرضى عني، أما اليوم فأنا أقبل يد والدي ليرضى عني وأقبل يد ابني حتى لا يغضب مني. هذا لا يعني، يعني هناك معاناة حقيقية للأولياء، وهذا ما نراه في جري الأمة في نهاية كل أسبوع، وهي تحمل أبنائها من مدرسة قرآنية إلى مدرسة لغة عربية إلى النادي الإسلامي، وهي تبحث عن الكتاب الإسلامي، عن القناة الإسلامية، عن، نحن نحاول أن نبني هوية متوازنة، نبحث عن 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 النصير وعن المعين. فالحقيقة أن هناك تطور وتقدم ملحوظ. كنا نلاحظ مثلا سابقا في الجمعيات الإسلامية كنا إذا في التدريس في نهاية الأسبوع أو في يوم الأربعاء مثلا بالنسبة للأطفال، إذا أرسلنا كلمة للوالدين أحيانا لا يمضون عنها ولا يعرفون أصلا هذه الكلمة. الآن إذا غاب التلميذ في الغالب يأتون ويسألون ابني غاب، هل من، ما الذي تخلف عنه من دروس، هل كذا، ويطالبون بإثارة كثير من القضايا. أرجوكم أثيروا نقطة العلاقة بين الجنسين في هذه المرحلة، أرجوكم أثيروا نقطة علموا أبناءنا الصلاة، أرجوكم أثيروا نقطة الانحراف الخلقي، قضية العنف، قضية، إذا هناك نوع من الوعي عند الأولياء لا يجب، الحقيقة لا يجب أن ننكره، يجب أن تكون صورتنا إيجابية. إذا كان هناك من تنبيه، قد أنبه على قضية التنبيه من سياسة حرق المراحل أو ما يسمى بعدم احترام خصوصية كل مرحلة. فالطفل، ليختصر ذلك وأسترجع، نستذكر معا نصيحة علي رضي الله عنه عندما قال عن تربية الأبناء، قال لعبوهم 7 وأدبوهم 7 وصاحبوهم 7. وهذه كل مرحلة، هذه 3 كلمات لو تشرح في 3 مجلدات، كل مرحلة تحتاج إلى نوع من التأهيل حقيقة في التعامل. ثانيا، نحن أحيانا عندما نربي أبنائنا للأسف نعاني من فجوة، وهي السقوط، الجدلية، التناقض بين التنظير والتطبيق. أحيانا نعي ما شاء الله، يعني تكون عندنا، نقوم بدورات حتى في التأهيل وما الذي يجب فعله، كيف نقرب المسافة بين ما يجب أن يكون وما هو كائن، كيف نقرب المسافة فبين الدين ومسيرة التدين، كيف نضمن لأولادنا النجاح وأن يكونوا فعلا مواطنين فرنسيين أو مواطنين غربيين عموما ومسلمين في نفس الوقت. عندما نعود إلى بيوتنا وننزل للميدان للتطبيق، نسقط في جدلية التناقض هذا العائد أولا وأخيرا إلى أن قضية اللاوعي المسكون بكثير من ثقافة التقاليد قبل ثقافة الوعي. حتى لا نكون منصفين مع أبنائنا، أيضا أريد أن أنوه على كلمة، آسفة، أن يجب أن نفرق بين ما، ليس كل ما تلقيناه تقليدا مقبول شرعا. علينا أن نغربل ما حملناه معنا من عادات وتقاليد في تربية الأبناء. أيضا قضية الاحترام والحرية التي أشارت إليها الأخت، أضيف كلمة بسيطة، يجب أن نفرق بين، يجب أن لا نتعسف في استعمال سلطة بر الوالدين استعمال سلبي، ونمحو بها شخصية الطفل أمامنا حتى نحسسه كأنه في نوع من التعارض، إما أن يعيش حرا كريما أو يعيش مطيع. فهذه الطاعة القطيعة ليس، لا أعتقد أنها مطلوبة لا عقلا ولا شرعا اليوم. ثم وفي النهاية كلمة للرجل التي بصراحة كنا يجب أن يجدر بنا أن نبدأ بها، الرجل كثيرا ما يلقي المسؤولية على الأم،
والأم ما شاء الله بالحاضر ترد بالمثل وتعود بالمسؤولية على الأب. تقاضي في المسؤولية هذه يجب أن يعي خطورتها كل الأولياء، أن الضحية الأولى والأخيرة فيها أبناؤنا الذين هم فلذات أكباجنا، والذين نرجو أن نلقى الله عز وجل وأن يحشرنا الله معهم في الجنة كما قال إبراهيم عليه السلام الذي كان لا ينسى ذريته بل وذرية ذريتي في الدعاء، في الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أختم فقط بكلمة واحدة ذكرتني بها قناتكم والإشهار الذي في قناتكم، قوي إيمانك. رحم الله ورضي الله عن أبي بكر عندما كان يقول كنا نؤتى الإيمان قبل الإسلام، نشبعهم إيمانا ثم نطلب منهم أن يكونوا مسلمين. سيدتي نورة جاب الله، ما هي النقاط والقواعد التي يجب أن يركز عليها الآباء والأمهات في هذه البيئة الغربية في قضية التربية؟ الحقيقة أول قاعدة ومهمة جدا منذ نعومة أطفال الطفل نعلمه الاستقلالية، أن يكون مستقلا بذاته يعتمد على نفسه. الاعتماد على النفس مهم جدا، لأنه نحن في مجتمع كيف نقول يعني لا يرحم. المجتمع يريد القوي، القوي هو الذي يصل إلى المناصب، هو الذي يصل يبلغ كلمته كما يريد. وبالتالي اعتماده على نفسه منذ الصغر، ثم تقوية شخصيته، تقوية إرادته، ثم ربطه بخالقه يجعله يعني عنده التربية الذاتية لنفسه، لا يحتاج إلى الأم وراءه دائما ولا إلى الأب وراءه دائما، ثم يستطيع أن يتعايش مع المجتمع وأن يختلط به دون الذوبان، حيث أنه يستطيع أن يقول لا متى يريد ويقول نعم متى يريد. هذه النقطة. النقطة الثانية أيضا في الغرب لابد أن نركز على مسألة أننا لسنا في قطيعة مع المجتمع، مهم جدا، وكثير من الأسر تقع في الخطأ أنها تعادي المجتمع وتجعل كأن المجتمع هو خصم، والطفل مسكين يعني بين أهله وهو يحب أهله وبين أهله أصدقائه أصحابه الذي لا يرى منه شيئا. لماذا أنت تريد أن تعادي هذا المجتمع؟ نحن بالعكس يعني نريد أن هذا الطفل يشعر بأنه منتمي إلى وطن وهو وطنه. نحن نريد أن هذا الطفل يتربى على حب وطنه، والإسلام بالعكس يشجع على حب الوطن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة وقاس وعانى من أهل مكة ومن قريش، وهو عندما طردوه وهو خارج منها يقول أنه لو لم يطردوني لما تركتك، ما تركتش مكة. فهو صبر على أذاء قومه، ولما عاد إليهم قالوا ماذا ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فهذا هو. فنحن نربي أبناءنا على أن نحن جزء من المجتمع، وهذا مواطنين إخواننا، ربما ظلوا الطريق، ربما عندهم بعض أشياء، ولكن أيضا نسد الهوى بيننا، بين ما ندعو إليه من مبادئ وبين ما يدعو إليه من مبادئ المجتمع. ولو أن المبادئ مشتركة، أكثر المبادئ مشتركة بين الإسلام وبين المجتمعات الغربية، فلعل أبناءنا، نحن بتربية أبنائنا يكونوا هم الجسر بين الغرب والشرق، لأنه في كثير من الأمور نحن نلتقي عليها ولكن جهات مغرضة. الحقيقة وهنا ننبه يعني بعض الأسر أن هناك جهات مغرضة تريد أن تجعل قطيعة بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، بين الثقافة الإسلامية وثقافة بين الإسلام والعلمانية، على أساس أن الإسلام لا يتماشى مع الديمقراطية، الإسلام لا يتماشى مع حقوق الإنسان. الإسلام والديمقراطية ليس الإسلام والعلمانية، يعني قصدي الإسلام والديمقراطية يعني مبادئ العلمانية، الحرية، المساواة، المؤاخاة، هذه كلها مبادئ إسلامية يعني في الأصل. في الأصل، ولكنها في التطبيق تطبق في التطبيق. فنحن ماذا نفعل؟ نحن نقول لأبنائنا هذا هو الأصل، وانتم لابد أن تدافعوا على هذا الأصل حتى تكونوا مواطنين حقيقيين تريدون الخير لمجتمعكم. ومن هذا المنطلق نحن نرى شباب الآن في الساحة مثلا الفرنسية والساحة الأوروبية عموما يدافعون على هذه المبادئ، ليس لأنهم مسلمون فقط ولكن لأنهم أيضا مواطنون ويريدون الخير لوطنهم، يعني لأن تتحقق هذه المبادئ في المجتمع. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالغيث النافع، أينما حل النفع. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ويقول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر والقسط. سيدتي كاميليا يونس،
ما هي الإيجابيات الموجودة في الثقافة الغربية التي يجب أن نستفيد منها؟ نعم، لقد ذكرت منها يعني بعض الإيجابيات. أنا أركز على أو أتمم بعض الإيجابيات. أولا احترام سلطة القانون، يعني هنا المسلم لا يخاف لا سلطة السلطان ولا سلطة الأثرياء ولا غير، فقط سلطة القانون هي أعلى سلطة، فيشعر بذلك بالكرامة الإنسانية. ثانيا الطابع الديمقراطي الذين يتغنون فيه، وهو أصل تشريعي يجعل يعني المواطنين يشعرون بتأثيرهم في القرار، يعني القرار للشعب، وهذا الابن أو الطفل المسلم أو الشاب المسلم يشعر يعني له أثر على الفرد وعلى ثبات الثقة فيه. ثالثا حماية حرية التعبير، يعني هذه مكفولة في هذا المجتمع، بل يكرسون مفهوم الحرية وحق الاختلاف، وهذا يعني يخلص هذا الطفل أو هذا الشاب من الكبت والخوف. فكذلك حب الاطلاع والاكتشاف والمطالعة وروح المغامرة، هذا ما يؤدي بالطفل إلى تقوية الإرادة، وأيضا هذا الدفع والدفع إلى النقد البناء، كذلك المجادلة، كذلك طلب الحق. وأخيرا يعني كما ذكرتم من قبل النظام الدقيق لا يخفى على أحد، يعني هناك تنظيم، هناك إتقان في العمل، يتربون منذ الصغر على البحث العلمي، على البحث التجريبي، على القراءة، على خاصة كمان أيضا بالرحلات. هناك أعمال، يعني الدراسة تقوم بأعمال وليس فقط تنظير، كل هذا يعني يجعله في جو، يوفر له جو أو مناخ فكري وعلمي، ونقول نزيد أيضا فلسفي قيمي. نعم، ولا يخفى علينا أن كل هذه الإيجابيات حقا هي قيم أخلاقية ومبادئ إسلامية، فعلينا نحن أن نؤصلها، أن نفهمها ونؤصلها أيضا، ونقول ليس فقط هي يعني مأخوذة من المجتمع، بل نحن هذه قيمنا، فعلينا إذن أن نفهمها ونجعلها معيارا من معايير التربية عندنا، حتى نستطيع مواكبة أبنائنا في هذا العصر، في هذا العصر. فأنا أقول يعني نحن ماذا نريد؟ نحن نريد تربية هادفة مراعية للمبادئ الإسلامية، نحن نريد تربية واعية بحقيقة الواقع، متصلة بهذا المحيط، نحن نريد تربية واقعية تنجح في إقامة ثلاث جسور، الجسر التواصل بين الأجيال، هناك عائق كبير خاصة في جمعياتنا بين الجيل الأول والجيل الجديد. ثانيا جسر الحضاري، كما يتغنون ويتعلمون في المدارس وفي المجتمع الحضارة الغربية، أيضا يجب أن نتغنى بالحضارة الإسلامية وما قدمت من الخيرية العالمية، كذلك أن يكون لنا جسر مع أصولنا. ثالثا الجسر الثقافي، جسر التواصل الثقافي، أنا ألخصه يعني تكلمنا عنه، ولكن أنا ألخصه بمقولة شيخنا القرضاوي: محافظة بلا انغلاق واندماج بلا ذوبان. محافظة بلا انغلاق واندماج بلا ذوبان، كلمة جميلة جدا. عندك 10 أو 15 ثانية أستاذتي الكريمة، تفضلي. نعم فقط، فإذا يعني أنا أقول للأهل عليكم بتقدير هؤلاء الأبطال، أبناؤنا أبطال، لأنهم يتربون في مجتمع غير مجتمعهم، ويحاولون المواطنة الصالحة رغم كل التحديات، فعلى الآباء وعلى مسؤول المربين أن ينظروا إلى أبنائنا بعين النحلة،
كثيرا وبعين الذبابة قليلا حتى يصححون أن نكون عندما ننقد أن نكون كالنحل لا نسقط إلا على العسل، ليس كالذباب لا نسقط إلا على الوسخ. كلمات جميلة، محافظة بلا انغلاق واندماج بلا ذوبان، وأن نكون كالعسل لا نسقط كالنحل لا نسقط إلا على العسل. سيداتي الكريمات، أعرف أن منكن جدات ولستم فقط أمهات، كان لي الشرف وكان الشرف أظن كذلك لسادة المشاهدين وسيدات المشاهدات. شكرا لكم على متابعتكم، ولكن ابقوا معنا في برنامجكم برنامج المسلمون في الغرب على قناتكم قناة إقرأ. دمتم أوفياء لنا. أهلا وسهلا بكم سادتي الكرام من جديد في برنامجكم برنامج المسلمين في الغرب على قناتكم قناة إقرأ. كما استمعتم ورأيتم مع ضيوفنا الكرام وضيفاتنا الكريمات في موضوع تحديات تربية الأبناء في البيئة الغربية، إن أول هذه التحديات هو التناقض التي يعيشه أبناء المسلمون بين تربية إسلامية في الأسرة قد تكون فيها سلطة الولي حاضرة، وبين تربية خارج المجتمع مبنية على الحرية المطلقة وعلى نوع من التسيب والإباحية. أما التحدي الثاني الذي يعيشه المسلمون في عدم قدرة المسلمين على الاستفادة من القيم الإيجابية الموجودة في المجتمعات الغربية، كقيمة إتقان العمل وقيمة إتقان وقيمة احترام الوقت، وعن قيمة حرية الإبداع وعن حرية التعبير وعن النجاح المهني والعلمي. أما التحدي الثالث الذي يعاني منه المسلمون في الغرب فهو غياب المؤسسات العاملة في مجال التربية المتخصصة من النفسانيين ومن أصحاب الاختصاص في علم الاجتماع وفي علم النفس. والتحدي الآخر الذي يعاني منه المسلمون في هذه البيئة هي وجود الأبناء في مجتمع مبني على الاختلاط وعلى الحرية المطلقة بين النساء والرجال. هل هذا من عاداتنا وتقاليدنا رفضنا لهذه الفكرة، أم هناك منهج نبوي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في فهم هذا التحدي الذي هو الاختلاط، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع المسلمين والمسلمات في نفس المكان وفي نفس الزمان من أجل أن يعبدوا ربهم في المسجد النبوي. أما التحدي الآخر الذي تكلم عنه الأخوات هو كيف نعامل الأولاد، هل نعاملهم بحسب ما تعلمنا وتربينا من خلال عادات وتقاليد، أم بحسب تربية تراعي فرق الزمان وفرق المكان. التحدي الآخر هو مشكلة الامتداد والترابط الأسري في ظل مجتمع لا يعطي أهمية لذلك. المشكلة الرابعة هي محاولة الأبناء أن يفرضوا على آبائهم لغة أهل هذا البلد، ومحاولة إصرار الآباء على التمسك بلغة البلد الأصلي، مما يجعل الحياة والعلاقة بين الآباء والأبناء في نوع من الصراع، مما يشكل مشكلة وتحديا للتربية في هذه البيئة الغربية. المشكلة الأخيرة وهي مشكلة سلطة الأولياء، فلا يستطيع الولي في هذا المجتمع بدءا من سن معينة أن يفرض على ابنه وعلى أن يمارس نوعا من الشدة والحزم معه، فقد يصل الأمر على أن يسحب أبناؤه من البيت ليوضع في مكان أعدته الدولة لحضانة هؤلاء الأبناء. بين هذه المشكلات وتلك تظهر قيم إيجابية في هذا المجتمع، كما أسلفنا الذكر سابقا عن قيم الحرية وعن قيم الإبداع وعن قيم النجاح وعن قيم احترام الوقت وعن قيم احترام الآخر واحترام النظام والتنظيم. لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. هذه الحصة قد انتهت، ونضرب لكم موعدا في حصة قادمة في برنامجكم برنامج المسلمون في الغرب على قناتكم قناة إقرأ. دمتم أوفياء لنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.